منطقة الساحل الشمالي بتشهد رواج كبير في السنوات القليلة الأخيرة، وكمان خاصة بعد إنشاء مدينة العلمين الجديدة شفنا رواج وإقبال من كل المصريين وكمان من العرب والأجانب على منطقة الساحل الشمالي وعلى العلمين الجديدة. لو كلمنا عن السنة اللي فاتت، فمدينة العلمين الجديدة لوحدها استقبلت أكثر من 1,300,000 سائح، وكمان من المنتظر أنها تستقبل أكثر من 2,000,000 سائح في الموسم ده. خلونا نتعرف على الرواج السياحي اللي حاصل في مدينة العلمين الجديدة وكمان منطقة الساحل الشمالي من خلال اتصال هاتفي مع أستاذ إيهاب الجندي، رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية. مساء الخير أستاذ إيهاب، برحب بيك. كيف انا حبيبي من الموجودين في الاستوديو. استاذ ايهاب، عايزين نتكلم في البدايه عن حاله الرواج اللي شهدتها منطقه الساحل الشمالي بشكل عام في السنوات الاخيره، شايفها ازاي مع مشروعات كتير بتتم في المنطقه دي، وكمان كل يوم او كل سنه بنشوف في امتداد تقريبا لحدود مصر مع ليبيا. والله يا فندم احنا في البدايه بس بنشكر القائمين على التنظيم للمهرجان العالم عالمين للنسخه الاولى ونجاح النسخه الاولى، اللي هي فعلا خلت المنطقه الساحل الشمالي وسيد عبد الرحمن توصل لاستيعاب وزياره السياح عندنا، ويمكن حضرتك لسه ذكر دلوقتي 1,300,000 زاروا العلمين الجديده في النسخه الاولى. فالكلام ده حقيقه نتيجه شغل ومجهود للمنظمين ونتيجه بنيه تحتيه ودوله شغاله للتسويق لمصر. حصل النهارده للنسخه الثانيه النهارده العالم عالمين، والحمد لله يمكن هي بدات من يوم 11 يوليو ومستمره لغايه يوم 31 اغسطس. احنا النهارده كمستثمرين موجودين في ارض العالمين واستثمارات ضخمه لكل الساده المستثمرين المحليين او الاجانب او الاشقاء العرب، حقيقه الكلام دوت عامل شغل كبير جدا. رواج في كل حته في العالمين، في الفنادق، في المطاعم، في الكافيهات، في المولات، في المناطق الترفيهيه. البرنامج الناس القائمين على والمنظمين لمهرجان العالمين حقيقه مش سايبين ثغره الا مغطينها، الحفلات والانشطه الرياضيه والترفيهيه على مدى اليوم من الصبح يمكن لغايه بالليل. فالكلام ده عامل نسبه كابينسي ونسبه اشغال سياحي في المنطقه كبيره جدا، لدرجه الحفلات بتبقى سولد اوت، والاماكن الفنادق يمكن لو دخلت حضرتك على المواقع الالكترونيه في الويك اند بالذات هتلاقي متفاولة 100%. مدينة العلمين الجديدة بشكل عام شايف ازاي انها قدرت تروج للسياحة، وزي ما حضرتك قلت ان يمكن دورة السنة اللي فاتت من مهرجان العلمين الدورة الأولى خلقت حالة مختلفة في منطقة الساحل الشمالي، وكمان الدورة الثانية اللي بدأت من أسابيع ومستمرة معانا لنهاية أغسطس بالتأكيد عاملة حالة مختلفة وأجواء مختلفة بأنشطة بتخلي الناس كلها بتحرص انها تيجي منطقة العلمين الجديدة. والله هي السنه دي طبعا داخله بقوه كبيره جدا، وفي تغير كمان وتطور ملحوظ في البرنامج والانشطه اللي عاملاها المنظمين والقائمين على مهرجان العالم عالمين. الكلام دوت حقيقه مخلي كل اليوم بالنسبه للناس السياح اللي بتيجي مشغول، يعني الصبح لو عنده العاب شاطئيه، بالليل عنده مهرجانات وحفلات، اماكن للشوبينج والمولات اللي فتحت جديده في العالمين بعد نجاح النسخه الاولى من العالم عالمين، وتوجه المستثمرين بمزيد من الاستثمارات على ارض مدينه العالمين، وبالذات بعد ما الحكومه وفرت بنيه تحتيه قويه جدا، شبكه طرق هايله. النهارده احنا بنقول لمدينه العالمين مدينه من المدن العالميه، واحنا مش بنبالغ لما بنقول كده، من المدن الجيل الرابع، من المدن اللي موجوده دلوقتي احنا شغالين عليها التطوير العقاري برضه والتطوير السياحي اللي حاصل والفندقي، الكلام ده كله ماشي بانظمه وتكنولوجيا عاليه جدا جدا، الكلام ده ساعد اللي احنا نجيب مزيد من السياحه الخارجيه، كسياحه اوروبيه او سياحه الاشقاء العرب، الكلام ده زاد بنسبه الاوكوبنسي عندنا في العلمين الجديده، يعني احنا لو كنا بنتكلم في نسبه 20% او 25% احنا بنتكلم السنه دي في 35% و40% سياحة خارجية لمنطقة العلمين الجديدة. ويمكن احنا المستهدف ان شاء الله 2 مليون ونتخطى ان شاء الله ال 2 مليون. وطبعا في رؤية واضحة، احنا مش بنتكلم عن العلمين بس، احنا بنتكلم عن الجلالة الجديدة، بنتكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة، في شغل موجود على أرض مصر، شغل كبير جدا للمدن الساحلية أو المدن الجديدة عندنا. الكلام ده بيساعد بشكل عام اللي احنا نوصل لرؤية وزارة السياحة 2030
اللي احنا نوصل ان شاء الله ل 30 مليون سائح على ارض مصر. حضرتك يمكن رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين، لو اتكلمنا عن السياحة الشاطئية، ازاي مهرجان العالمين كمان قدر يخلي السياحة الشاطئية مختلفة عن الأماكن الأخرى اللي بيقبل عليها السياح فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية بالتحديد من خلال أنشطته المختلفة؟ احنا لو بنتكلم عن السياحة الشاطئية، احنا طول الكورنيش بتاع اسكندرية حوالي 14 كيلو، النهارده احنا موجودين في كورنيش الساحل الشمالي او منطقه العالمين ما بين 14 ل 18 كيلو، يعني تقريبا قد كورنيش اسكندريه. الكورنيش ده اتعمل عليه تخطيط جيد جدا زي ما قلت لحضرتك لمدينه عالميه، موجود عليها شواطئ، موجود عليها مناطق ترفيهيه، موجود عليها منتزهات، موجود عليها مولات، موجود عليها العاب شاطئيه واكوا بارك والالعاب حتى الاكوا بارك او الملاهي المائيه، متواجدة كذا نقطة على طول ال 14 كيلو دول، ممشى سياحي، ممشى للدراجات، ألعاب شاطئية كبيرة جدا موجودة على طول الكورنيش، تعدد للشواطئ والبيتشات اللي موجودة والحفلات النهائية اللي بتتعمل عليها والأنشطة والإنترتينمنت اللي بيحصل على الشواطئ ديت. الحفلات النهائيه دي عامله شغل كبير جدا، احنا شغالين على الحفلات مثلا زي ما حضرتك كنت ذاكر ماجده الهومي وكاظم الساهر، بس لا في النهارده حفلات بتتم الصبح على البيتشات اللي موجوده، وهي عده بيتشات حقيقه الدوله وفرت اماكن خاصه لدوت على طول ال 14 18 كيلو اللي موجودين في العالمين الجديده. النهارده مهرجان العالم عالمين عامل طفره للمسابقات الرياضيه والماتشات ونجوم العالم اللي بتبتدي تستضيفها في المهرجان طوال فتره المهرجان، سواء على الشواطئ او سواء في الحفلات اللي موجوده، فحقيقه مجهود منظم وحاجه كويسه جدا وحاجه تشرف يعني مصر، وحقيقه مش ببالغ والله فعلا المجهود المعمول. انا كراجل موجود في الساحل الشمالي اكتر من 18 سنه، اول ما اشوف النسخه الاولى والنسخه الثانيه حقيقه حولت منطقه العالمين وعملت جذب سياحي كبير جدا، والكلام ده اثر علينا في الايد العامله اللي احنا النهارده في ايد عامله شغاله والمصريين شغالين، مفيش نسبه البطاله بتقل، النهارده في حقيبه دولاريه بتبتدي تدخل من العائد من السياحه الخارجيه، احنا كمستثمرين حاسين بدوت النهارده كنسبه اشغال فنادق ومطاعم ومولات. الحقيقه يعني احنا بنشكر القائمين وبنشكر الدوله اللي هي فعلا خططت لحاجه في الوقت دوت بالشكل ده. استاذ ايهاب، المهرجان كمان ازاي قدر يعني يجذب نوع مختلف من السياح؟ دايما بنتكلم ان منطقه الساحل الشمالي كانت السياحه فيها في الاساس سياحه داخليه، دايما السائحين الاجانب بيتجهوا للبحر الاحمر بشكل كبير، لكن ازاي المهرجان قدر يخلق سائح جديد حريص ان هو يجي منطقه الساحل الشمالي بشكل عام وكمان يجي العالمين الجديد؟ والله يا فندم السوشيال ميديا النهارده اللي بدا يشتغل عليها المهرجان وبدا يشتغل عليه بالضخامه ديت وبدا يشتغل عليه باللي هو التسويق فعلا لمصر، واللي مصر تبان بالشكل دوت بشكل عام للعالم، واللي هي تاخد مكانتها الحقيقيه اللي تستحقها على الخريطه العالميه، والشغل اللي موجود ما بين مسابقات وفنانين عالميين وفنانين عرب موجودين ومشاركين النهارده في ارض العالمين، الكلام دوت خلى فعلا في نسبه اشغال من السياحه داخليه خلاص. بس احنا النهارده كانت تنتهي منطقه العالمين لو حضرتك فاكره زمان بمنطقه مقابر العالمين والحرب العالميه الثانيه، النهارده لا احنا ما بقيناش معتمدين على السياحه التاريخيه او المقابر العالميه المشروعه اللي موجوده، احنا معتمدين على مناطق ترفيهيه ومناطق جاذبه وشواطئ وفنادق عالميه وبراندات مولات عالميه، الحفلات اللي بتتعمل على مستوى كبير جدا وعلى مستوى يليق باسم مصر، الكلام ده كله النهارده السائح محتاج المولات للشوبنج، محتاج الشواطئ الصبح، محتاج اماكن السهر، محتاج الحفلات، محتاج اماكن ترفيهيه، اماكن شاطئيه، اكوا بارك، الكلام ده كله هو بيلاقيه في ارض العالمين في مكان واحد، فهو حتى السوق والكباي والمطارات والنقل، النهارده حتى القطر السريع النهارده كمان اللي شغال عليه الدوله علشان تربط وادي النطرون بالقاهره ب6 اكتوبر بالجلاله الجديده بمنطقه العالمين الجديده بمرسى مطروح، النهارده الكلام ده كله بيسهل المواصلات والسائح للوصول للاماكن السياحيه، واللي هو يقدر فعلا يلاقي في كل مكان بتاع العالمين يلاقي فيه كل خدماته. مش بس كده، النهارده ده ساعد يعني. مش بس كده، احنا شفنا كمان النهارده افتتاح يعني شارع الصحه اللي بيضم مختلف المبادرات الصحيه اللي ممكن كمان يستفيد منها كل رواد منطقه العالمين الجديده وكل رواد منطقه الساحل الشمالي، يعني في وجود خدمات ورعايه طبيه وصحيه مختلفه كمان شفناها النهارده في جوله وزير الصحه والسكان.
طبعا الدكتور خالد عبد الغفار كان النهارده موجود مع الدكتور عمرو الفقي بخصوص التنسيق للرعايه الصحيه والتنميه البشريه كمان. يمكن احنا لولا التنميه البشريه واهتمام الدوله مؤخرا في اخر تشكيل وزاري بالتوجه للتنميه البشريه، اني عايز اقول لك حاجه، المصريين اهل ترحاب واهل استضافه، واحنا يمكن لو شغالين في السياحه والهوسبيتاليتي النهارده العنصر البشري المصري واجهه مشرفه لمصر النهارده، بيبتدي فعلا هو اول سائح ما بينزل هو اللي بيقابله. فحقيقه الكلام دوت مع الرعايه الصحيه، مع المسابقات، مع الحفلات، مع الاجنده اللي موجوده من قبل العالمين، من كل النواحي، من العنصر البشري للاقامه للفنادق للتطوير العقاري اللي حاصل، للرعايه الصحيه اللي تم الاتفاق عليها ومتواجده طوال فتره المهرجان. يعني احنا مش هنقل ان المهرجان مهرجان عالمي وكل الوزارات الدوله مشاركه فيه، وبحس اقول لك على حاجه، كلهم عايزين ينجحوا. النجاح ده مش بسيط، بس النجاح دوت وليد تجارب وخبرات السابقه في النسخه الاولى، والحمد لله انا حاسس اللي جاي، تحس ان كل الناس عايزه تنجح وكل الناس عايزه تعمل حاجه كويسه لبلدها. فان شاء الله يعني احنا املنا كبير ان شاء الله اللي يبقى في نسخه ثالثه ورابعه على العالم عالمين، وتبقى احسن وافضل كمان من دلوقتي، وهي احسن الحمد لله، وان شاء الله تبقى احسن واحسن. اكيد، واكيد بنتمنى ان نوصل لعدد السياح اللي احنا بننتظره في الساحل الشمالي وفي منطقه العالمين الجديده بالتحديد. انا بشكرك استاذ ايهاب الجندي، رئيس لجنه السياحه بالشعب العامه للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجاريه، شكرا جزيلا ليك.